عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم لقاء تفاعلي مع عدد من المصريات النابغات والرائدات في عدة مجالات بالخارج. خلال هذا اللقاء أعلنت وزيرة الهجرة منح درع التكريم للدكتورة المهندسة كوثر عبد الحميد زكي رائدة الهندسة الكهربائية بالولايات المتحدة تقديرا على جهودها ونبوغها. ووصفت الوزيرة المهندسة كوثر بأنها قصة نجاح مؤثرة وملهمة لكل سيدة مصرية بالخارج.